سعيد مرة أخرى باللقاء معكم في هذه الندوة الصحفية التي تنعقد مباشرة بعد اجتماع المجلس الحكومي. عقدت الحكومة يومه الجمعة 19 من صفر 1444، موافق ل 16 شتنبر 2022، مجلسها الأسبوعي برئاسة السيد عايزة خنوش رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرضين قطاعيين، أحدهما حول الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية والمهيكلة المتخذة، والآخر في شأن الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2022-2023 وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. في بداية اجتماع أو في بداية في البداية تتبع مجلس الحكومة عرضا حول الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية والمهيكلة المتخذة، قدمه السيد نزار بركة وزير التجهيز والنقل، حيث أكد الوزير على أنه وبالرغم من تراجع المخزون المائي بالسدود فقد تمت تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب بصفة منتظمة عبر تقوية الإمدادات انطلاقا من المياه الجوفية ومن السدود المخصصة للفلاحة، وكذلك عبر اللجوء إلى تحلية مياه البحر خاصة بأكادير، حيث تمت تعبئة ما يناهز 15 مليون متر مكعب من المياه منذ فبراير 2022. وفي نفس السياق، وبعد التأكيد على المجهودات المبذولة للتحسيس من أجل عقلانة وترشيد استعمال الماء، استعرض السيد نزار بركة أهم الإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها في مختلف جهات المملكة لمواجهة الوضع المائي الراهن وضمان التزويد بالماء بشكل مستمر خلال فترة الصيف في عدد من جهات المملكة. كما شدد السيد الوزير على ضرورة مواصلة وتسريع إنجاز برنامج السدود الكبرى والصغرى في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 لرفع الطاقة التخزينية إلى 24 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030 طبقا للتوجيهات الملكية السامية، وتوسيع برنامج استغلال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء، وكذا تحسين مردودية شبكات التوزيع وتسريع وتيرة إنجاز محطات تحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء أسفي الجديدة والناظور، بالإضافة إلى الإسراع في إنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقرق. وعلى صعيد آخر، ولتلبية حاجية ساكنة المناطق القروية التي تتسم بهشاشة وضعف مواردها المائية الجوفية، صرح السيد الوزير أنه تم توفير 706 شاحنة صهريجية لضمان تزويد 2.7 مليون نسمة موزعة على 75 عمالة وإقليم، وكذا اقتناء 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر لاستغلالها في 17 إقليم، و15 محطة لتحلية المياه الأجاجة لاستغلالها في 9 أقاليم. كما أكد على استمرار إنجاز مشاريع جديدة لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي والمسطرة في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 والتي تخص 1970 دوارا و40 مركزا. إثر ذلك، قدم السيد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضا حول الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2022-2023، حيث أشار السيد الوزير أنه من أجل توفير ظروف حسنة لانطلاق الموسم الفلاحي 2022-2023 تم اتخاذ مجموعة من التدابير. فبالنسبة للبذور، تم تعبئة 1.1 مليون قنطار من البذور المختارة للحبوب الرئيسية الثلاث، كما سيتم توفير جميع الحاجيات من بذور الشمندر حوالي 70 ألف وحدة من البذور الأحادية النبتة. فضلا عن ذلك، تم العمل من أجل تزويد السوق بحوالي 500 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية أسمدة العمق، مع الحفاظ على نفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط. علاوة على ذلك، تمت برمجة توسيع المساحات المؤمنة بحوالي 200 ألف هكتار تنزيلا لمقتضيات استراتيجية الجيل الأخضر التي تستهدف بلوغ 2.5 مليون هكتار من المساحات المؤمنة في أفق 2030. وهكذا سيتم خلال هذا الموسم تأمين 1.2 مليون هكتار من الحبوب والقطاني
والزراعات الزيتية و50,000 هكتار من الأشجار المثمرة، كما تتعبأ كل مصالح الوزارة المعنية على الصعيد الوطني لمواكبة الفلاحين ومواصلة تنزيل مشاريع استراتيجية الجيل الأخضر. وارتباطا بمشروع القانون رقم 0522 بشأن الملك الخاص للدولة، تقرر إحداث لجنة يناط بها دراسة المشروع من كل جوانبه في أفق عرضه على مجلس حكومي لاحق. بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 22711 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 217763 الصادر في 25 من ربيع الأول 1439 14 ديسمبر 2017 بتطبيق القانون رقم 6016 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. قدمه السيد محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم المرسوم السالف الذكر، حيث تم إخضاع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار بدل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة. كما تمت بالموازاة مع ذلك مراجعة تأليف مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، حيث تمت إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة إلى قائمة أعضاء مجلس الإدارة بالنظر إلى المهام المسندة إلى الوكالة في مجال تنمية الصادرات. عفوا. إثر ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 22573 بتحديد عدد اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ومقرها ودائرة اختصاصها. قدمته السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية. ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادة 225 المكررة من المدونة العامة للضرائب التي تنص على إحداث لجان جهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، تنظر في كل المطالبات التي يقدمها في شكل عرائض الخاضعون للضريبة الكائن مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية داخل دائرة اختصاصها، حيث نصت هذه المادة على أنه يحدد عدد هذه اللجان ومقرها ودائرة اختصاصها بنص تنظيمي. ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات قانونية تحدد عدد اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة في 9 لجان، وهو نفس عدد المديريات الجهوية للضرائب، حيث تم تحديد مقر هذه اللجان على مستوى المحاكم الإدارية أو المحاكم الابتدائية بالنسبة للجهات التي لا توجد بها محكمة إدارية، إذ ستطابق دائرة اختصاص اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة دائرة اختصاص المديريات الجهوية للضرائب. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، فتم على مستوى وزارة النقل واللوجستيك تعيين السيد نبيل مسالي مديرا للطيران المدني، وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء تعين السيد رشيد مداح مدير وكالة الحوض المائي لسوس مسا، السيد عبد الله بورك مدير وكالة الحوض المائي لسابو، السيد عمر شفيق مدير وكالة الحوض المائي لأبي القراق والشوية. إذن كان هذا نص البلاغ الصحفي. إذن نبدأ بأخذ الأسئلة 360 إسبريس. ياش هاد الشرق. يلا سي تفضل سي شاكر. سيد الوزير، غادي نرجع لمشكلة لاسامير. النقابات خرجوا بعد أيام قليلة حول ضد الموقف الحكومي. الحكومة نعرف أن لها إكراهات، ولكن المصالح ديال المواطنين هي أكبر من هذه الإكراهات. لماذا تتشبث الحكومة دائما على أن لا تحل هذا الأسامير؟ لأن في الوقت الراهن المغرب بحاجة إليها، لا بالنسبة للستوكاج، لا بالنسبة تزويد المحطات البنزين، والمغرب غيخرج بها رابحا أكثر من هذا الجمود اللي هو فيه. شكرا. سي
الشرقي هيسبريس. تحية طيبة وجمعة مباركة سيد الوزير المحترم. أنا سؤالي حول الحوار الاجتماعي. انعقدت اللجنة العليا للحوار الاجتماعي تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة. السؤال ديالي يتعلق بمشروع قانون الإضراب. واش الحكومة اتفقت مع النقابات أنها غادي تسحب هذا المشروع هذا من البرلمان وإعادة التداول بشأنه؟ وماذا عن باقي المطالب الأخرى المتعلقة بالزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل؟ شكرا. شكرا. سي عياش. مساء الخير سيد الوزير. هو نفس سؤال الزميل الشرقي بخصوص مشروع قانون الإضراب. إذا كانت فعلا الحكومة اتفقت مع النقابات على التخلي عن مشروع القانون القديم، ما هي ملامح مشروع القانون الجديد للإضراب؟ شكرا. شكرا. بخصوص السؤال الأول المتعلق بمنشأة شركة لاسامير، محطة تكرير لاسامير، ولن هذا الموضوع بالضبط فيه كثير من سوء الفهم، فيه كثير من سوء الفهم من أطراف متعددة. الحكومة عبرت عن موقفها غير ما مرة بخصوص هذا الموضوع. هذا الحكومة لا تنكر أهمية هذه المؤسسة، لا تنكرها، هذه مؤسسة مهمة، مهمة على مستوى التخزين ومهمة أيضا على مستوى المساهمة في توفير إمكانيات كبيرة من المواد الطاقية التي سوف يتم أو التي يتم تكريرها محليا. هذا السوق الآن ديال السوق ديال المحروقات عموما هو سوق متقلب، وجميع الفرضيات الآن ولا جميع الأحداث اللي وقعت في هذه الشهور الأخيرة بينت بأن الاعتماد على طريقة واحدة في تدبير موضوع الطاقة هو خطأ. يجب تنويع مصادر الطاقة، ويجب للدولة وللحكومة أن تمتلك استراتيجية واضحة في هذا المجال. هذا الموضوع قلنا غير ما مرة لا يجب أن يناقش تحت التشنج، ويجب أن يناقش بهدوء كبير جدا، لأن هناك مصالح كبرى لبلادنا، لكن هناك من يريد أن يضع هذا الموضوع في خانة التشنج وفي خانة البيانات المستمرة، وهذا قال وهذا ما قالش وهذا كذا. الحكومة عندها تحدي كبير وجدته أمامها، هذه الحكومة هذه الحالية، وتحدي الطاقة. أسعار ملتهبة على الصعيد الدولي، مؤسسة وطنية متوقفة منذ سنة 2016 على ما أعتقد. هل أوقفت هذه الحكومة؟ وجدت وضعا معقدا، لا أريد أن أدخل في التفاصيل مرتبطة به، علاش وكيفاش وشكون، شنا هي الكلفة، شحال خصو باش يتصلح وكذا وكذا. هذه كلها أرقام تختلف من جهة إلى أخرى، كل واحد كيفاش تيقراها وكل واحد كيفاش كيقدمها. أنا اللي نبغي نأكد هو أن هذه مؤسسة مهمة جدا، ستجيب على أسئلة مرتبطة بقطاع الطاقة في بلادنا، وهذا عبرت عنه غير ما مرة، وقلت بأن الحكومة تعريف الأهمية ديال هذه المؤسسة هذه على 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 مجموعة من يعني من الأصعدة. والدروس اللي علمتها لنا هذه التجربة ديال هذا تقريبا هذا يعني العشرة أشهر في هذه السنة ديال 2022، الارتفاعات الملتهبة للأسعار بينات الأهمية ديال المؤسسة. لكن هذا موضوع يحتاج إلى الهدوء. لماذا يحتاج إلى الهدوء؟ لأن هذا موضوع مرتبط بجوج ديال الملفات ولا جوج المستويات. أولا هناك نزاع قضائي، وهناك تحكيم دولي. هناك نزاع قضائي تبت فيه المحاكم الوطنية، وهناك تحكيم دولي. بين النزاع القضائي وبين التحكيم الدولي هناك منطق يختلف. الحكومة قلت بأنها كتقول الأسامير عندها بلاصتها في المنظومة العامة المتعلقة بتوفير الطاقة للمغاربة، ستقدم أجوبة حول أسئلة، لكن هذا الموضوع لا يجب أن يكون موضوعا يناقش تحت ضغط، بل بهدوء ودراسة مختلف الإمكانيات المتاحة، لأنه في نهاية المطاف ندبر مؤسسة عمومية كانت عمومية أصبحت خاصة كبيرة جدا، ولكن ندبر أيضا في الجهة الأخرى مقدرات المغاربة والإمكانيات المالية للمغاربة
هما ديالهم والحكومة تدبرها فقط في إطار أولويات لتدبير حاجيات عبر عنها المواطنين، إن كان على الصحة ولا على التعليم ولا على الأمن ولا على الطاقة اللي حتى هي داخلة في هذه العناصر هذا. فلا يجب بأي شكل من الأشكال نتهم الحكومة بأنها متشبتة بشي موقف. الحكومة ما كرهتش اللي خدم لها سمير من غدا في الصباح، ماشي من غدا في الصباح، من البارح. وإلا كاين شي واحد اللي خدم لها سمير حنا بغيناه ونرحبوا به في إطار كل ما يمكن أنه يدار، لكن هذا موضوع لا يحتاج إلى كثير من التشنج ويحتاج إلى الهدوء. دروس أنا قلتها لك اليوم هذا الصباح هذا، سابقا قبل كانت العلاقة ما بين المواد المكررة، كانت واحد العلاقة واحد الارتباط ما بين سعر المواد المكررة وسعر البرميل الخام. الآن ما بقاتش العلاقة، فقدت، خاصة ما بين الغازوال ديزل مع الـ مع الـ مع البروت. وانت صحفي يمكن لك تبحث في الاحصائيات والارقام، العلاقه نسبيا كاينه ما بين ليسونس مع مع البرميل، ولكن ما بقاتش تلك العلاقه وذلك الانعكاس في الارتفاع وفي الانخفاض. علاش؟ هذا اليوم كيؤكد بان هناك ضغط كبير على هذه المواد هذه، ويؤكد مره اخرى بان مجال تكرير عموما راه يمكن يحمل حلول لهذا المشكل ديال الطاقة الذي أصبح يتفاقم على الصعيد الدولي، وطبعا يؤثر على بلادنا بحال جميع البلدان. حوار اجتماعي الذي انطلق السنة الماضية ما بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية في بلادنا انطلق في واحد السياق اللي معروف، مطبوع بالأزمة ومطبوع بمجموعة ديال الإكراهات اللي كانت مطروحة على الحكومة آنذاك. لكن الحكومة رفعت من الخيار من الحوار الاجتماعي من مجرد لحظة من اللحظات ديال التنفيس الاجتماعي إلى أن أصبح خيارا استراتيجيا. ما معنى خيار استراتيجية؟ هو أول مرة في تاريخ بلادنا يتم التوقيع، توقع الاتفاق وفي نفس الوقت تم التوقيع على الميثاق. هذا الميثاق شنو كيتكلم وشنو كيحدد؟ كيحدد العلاقة ما بين الحكومة وما بين النقابات كيفاش خصها تكون. هناك قناعة اليوم بأن الحوار مع النقابات لا يجب أن يكون فقط حوارا فصليا مناسباتيا، ما يتلقاوش فقط في أبريل باش يتوقع هذاك الاتفاق ديال فاتح ماي ونقولوا صافي راه انتهى الدور ديال الحكومة. الحكومة معها النقابات مشكورين شافوا بأنه على الأقل جوج لقاءات مهمة جدا للحوار الاجتماعي، اللقاء ديال أبريل واللقاء ديال شتنبر. لماذا شتنبر؟ لأن في شتنبر الحكومة تعد قانون المالية، والقانون المالية هو الير، هو الضرائب، هو السياسة العمومية، هو الإمكانيات ديال الحكومة، هو مجموعة ديال الميكانيزمات الأساسية ومجموعة ديال الموارد المالية التي يمكن أن تحول من هنا لهنا حسب الأولويات ديال الحكومة. فإشراك الحكومة، إشراك النقابات للحكومة في إعداد هذه الوثيقة المهمة جدا لبلادنا ونسمع لهم ونعطوهم شنو هي الاولويات وكيف يتم تدبيرها حكوميا، هذا ملف مهم ومهم جدا. وبلادنا الحمد لله قدرت انها تنجح، وانا اللي ناكد لك الا كان شي مكسب ربحناه في هذه السنه هذه هو جو الثقه الذي استقر والذي تكرس وترسخ ما بين النقابات وما بين الحكومه. الحكومه كتدخل لهذه المحطه هذه وهي وفات بجميع الالتزامات اللي كانت في الاتفاق السابق. 12 مرسوم كان في الاجتماع الحكومي ما قبل الماضي واللي نهت جميع الالتزامات الحكومية اللي جابتها في هذا الإطار هذا، واللي منها اللي كان منها واحد الإجراء اللي هو مهم جدا هو في القطاع الخاص، هما الناس اللي كانوا كيساهموا في الاسنسس. كان إلا ما وصلتيش هذاك 3000 إلا ما وصلتيش 3200 على ما أعتقد نقطة لا يحق للأجيري أن يتقاضى تقاعدا. والغريب في الامر ماشي فقط غير لا يحق ولا يحق له حتى يسترد المساهمات ديال المشغل، يسترد فقط مش يعني المساهمات ديالو. فالحكومه خفضت الى 1300 نقطه وعطاته الحق الى ما عندوش 1300 نقطه انه يسترد المساهمتين، مساهمته ومساهمه المشغل. وطبعا القرار الاخير اللي هو الزياده ديال 5% واللي تقريبا غتهم واحد 600318 ألف مستفيد، واللي الحد الأدنى ديالها هو 100 درهم. وطبعا غادي يستفيدوا منها سواء المستفيدون من معاش الشيخوخة أو المتوفى عنهم. الآن دابا هاد الحوار شنو جاب ديال هاد السنة هذه؟ النقابات تكلموا، الوزراء المعنيين بالموضوع تكلموا. من بين الملفات التي نقشت هو
التفعيل ديال الميثاق عبر احداث الاكاديميه ديال 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 الشغل والمرصد الوطني للشغل، وايضا عبر الحديث على ثلاثه المواضيع اللي هي دائما ما تؤجل. اولا الحكومه تعهدت بانه غادي يكون اصلاح ليير، يعني الضريبه على الدخل، وهذه غادي تهم جميع الموظفين والاجراء الذين يشتغلون في بلادنا. وعلاش هذا الاجراء هذا؟ لانه الاجراء والموظفين كانوا دائما المواطنون الذين يؤدون هذه الضريبه. دابا الان عندك جوج، عندك الفرق بين جوج ديال، عندك واحد يشتغل في مهن لا يؤديها الضريبه ديال ليير، يؤديها ولا لا يؤديها، وعندك واحد انت كتقطع له من لا سورس، يعني من المنبع، ويؤديها باستمرار. الحكومه قالت نظرا لان هاد الناس دائما يؤدون، ونظرا لانه اليوم هناك صعوبات على مستوى القدره الشرائيه الى غير ذلك، سوف تمشي في الاتجاه ديال الاصلاح واعاده النظر عبر بعض التخفيضات اللي غادي تمكن انه في نهايه المطاف ان الاجور ديال الموظفين وديال الاجراء انها ترتفع بنسب، طبعا سوف يتم مناقشتها مع النقابات. النقطه الثانيه هي النقطه المتعلقه بالتشريعات المتعلقه بالشغل، مجموعه من التشريعات مرتبطه بالشغل، المدونه الى غير ذلك، هذه ايضا ملفات سوف يتم فتحها. قانون الاضراب هذا واحد كان من النقاط اللي شائكه في مختلف النقاشات اللي عرفتها الحكومه مع النقابات في السابق، والحكومه الان عندها يعني واحد الانفتاح للاستماع الى النقابات، وايضا هناك مجموعه من القضايا اللي كتلخص النظره ديال الحكومه لهذا الموضوع كيف يمكن ان نقننه وندبره. فهذا اولا المنطلق هو ان هذا حق دستوري، الاضراب هو حق دستوري يكفله الدستور. الان يجب الاتفاق على هذا القانون التنظيمي باش يخرج في واحد الصيغه اللي نستحضروا فيها يعني المصالح ديال 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 الموظفين، وايضا يجب ان نستحضر فيها في نفس الوقت يعني هذا المشغل، وفي حاله لو وقع الاغلاق الى غير ذلك. فكل هذه العناصر سوف يتم مناقشتها بدون طابوهات، وسوف يتم التوصل الى صيغه التي تراعي مصالح الطرفين، ونخرجوا واحد الوثيقه اللي تكون متقدمه تعبر على هذه الاصلاحات اللي انخرطت فيها بلادنا، واللي هي اصلاحات كتاسس على الحريات وكتاسس على الحقوق الى غير ذلك. فكيفاش غنديروا من بعد؟ هذاك السؤال غادي يجي الجواب عليه، هل سوف يتم تعديل النص ام سحبه، ام هذا ربما سوف تظهر بوادره منين توصلوا لذاك الاتفاق اللي غادي يكون ان شاء الله مع النقابات. بالمناسبه ابتداء من الاسبوع الاسابيع القليله المقبله سوف يبدا النقاش مع النقابات حول هذا الموضوع الى جانب قضايا اخرى، وسوف تتم معالجته بطريقه تستحضر المكتسبات الدستوريه لبلادنا والتراكم اللي عندنا في هذا المجال، وايضا نستحضروا يعني المتطلبات ديال التنميه اللي محتاجها بلادنا في المستقبل. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.